أصداء مسلسل العقاب والعفراء البدوي تخطت كل التوقعات وأصبح يغرد خارج السرب بحسب مواقع التواصل الاجتماعي التي وضعته في مصاف مسلسلات عربية اجتماعية أخرى. مر العيون اللي ما زيها زي. يعود النجم السعودي عبد المحسن النمر إلى الدراما البدوية هذا العام برفقة الفنانة السورية نسرين طافش في مسلسل العقاب والعفرة الذي يعرض على شاشة NBC دراما. طبعا دائما شخصية البدوي مليانة بالرومانسية، مليانة بالشجاعة، في قيم معينة هي ثابتة بكل الشخصيات، لكن الجديد هنا في التناقض داخل الشخصية ما بين حالة الحلم والحب والعاطفة والثأر والتناقض اللي يحصل داخل شخصية مثل شخصية عقاب. أعتقد أنها مختلفة إن شاء الله وتكون بتقدم بقالب جديد ومختلف. شخصية مريحل هذا إنسان طيب، تقريبا هو الوالد الروحي لعقاب. عقاب توفى والده ويكون طفل صغير، فبيأخذه مريحل ويهتم فيه وربيه وينشئه على المبادئ الأصيلة، على النخوة والمروءة والصدق. المسلسل يحكي قصة غريمين يتقاتلان إلى أن يرمي الحب بسهامه فيقعان في حب بعضهما البعض، وتتحول علاقة الكره إلى حب وشغف. معظم الناس بتحبه وبتتابعه لأنه في أشياء بتختص بالأصالة، بالمشاعر، في قصص حب، في قرب الناس من بعضها، فعشان هيك بيكون قريب من الناس. مختلف عن المسلسلات السابقة بأنه هو يعني مزج ما بين البدوي والغجر، يعني في بدوي غجري بنقدر نسميه، يعني العقاب والعفراء. وخاب الظن في كل الهداوي. يعد مسلسل العقاب والعفراء من الأعمال البدوية القادرة على المنافسة وجذب الجمهور، بالرغم من وجود العديد من الأعمال الدرامية البدوية المتشابهة. ماجد الفاسي، العربية.